التفاصيل عن عملية البحث عن غرقى، عن عدد الغرقى الذين تم انتشالهم خلال 24 ساعة الماضية. نتابع يوميا عبر الأخبار التي تقومون بنشرها على صفحتكم الرسمية على الفيسبوك، في عدد كبير من الغرقى منذ بداية الفاتح جوان. نعم، سجلت المديرية العامة للحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة تدخلات بخصوص انتشال الغرقى من مختلف الشواطئ والمجمعات المائية، حيث أحصت انتشال 9 غرقى خلال 24 ساعة الأخيرة كانت على النحو التالي: انتشال 4 ضحايا أو 4 غرقى من شواطئ ممنوعة من السباحة، انتشال غارقين من شواطئ براية حمراء يعني السباحة فيها مسموحة لكن الراية كانت باللون الأحمر، انتشال غارقين من مجمعات مائية اللي هي ممنوع فيها السباحة بحكم أنها نقاط سوداء أو نقاط الموت، انتشال غارق واحد من شواطئ مسموحة، ليرتفع العدد الإجمالي منذ الفتح جوان إلى غاية اليوم 130 حالة غارق متوفي تم انتشالها كانت على محورين: 83 حالة تم انتشالها من الشواطئ المسموحة والممنوعة، و47 حالة غارق من المجمعات المائية. هذه الحصيلة التي تم رصدها من قبل المديرية العامة للحماية المدنية إلى غاية صباحة اليوم. إذا تكلمنا على هذه العملية نقدر نقول هذه الأرقام في تصاعد ملحوظ، ربما نتخوف كمصالح الحماية المدنية أو كمصالح لنا ربما من الجهاز الأمني على مستوى الشواطئ أنه لابد من دق باقوس الخطر على مستوى كل الجهات الفاعلة سواء كرجال إعلام الصحافة كرجال الحماية المدنية كرجال الدرك. سيد بن فحصي، أرقام مقلقة مخيفة جدا عندما يتم تسجيل هكذا وفيات غرقا يوميا، صحيح يعني موجة حر تعيشها العديد من ولايات الوطن وحيكون في إقبال كبير على الشواطئ وكذلك على المسطحات المائية، ربما نصيحتك لكل الشباب خاصة عندما نتحدث عن إقبالهم على الشواطئ الغير محروسة؟ نعم، بارك الله فيك محمد، لأنه هذا هو الشغل الشاغل بالنسبة لأجهزة الدولة بما فيها الحماية المدنية والدرك الوطني وكل اللجان المشرفة على تأمين الشواطئ لصيفة 2023. طبعا ارتفاع محسوس في درجة الحرارة دفع بالمواطنين إلى اللجوء إلى البحر والشواطئ وإلى كل الأماكن التي يجدون فيها بالنسبة لهم راحة. هذا يجرني الحديث إلى أنه هذه السنة تختلف عن سابقتها، الحمد لله ما عندناش إجراءات الكوفيد، عدد معتبر من المواطنين يتنقلون من الشمال إلى الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الوسط قلت للإصطياد. هذه العملية لابد أن نذكر المواطنين بعدم الدخول إلى المناطق المخفية أو الشواطئ المخفية وكذلك صح. الشواطئ أستاذ بن فحصي، أظن أننا فقدنا الاتصال به، نعاود الاتصال بالمكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية السيد كريم بن فحصي، وأعيد وأذكر بأن المديرية العامة للحماية المدنية سجلت خلال 24 ساعة الماضية 22 حالة وفاة غرق تم انتشالهم، منهم 20 حالة غرق على مستوى الشواطئ وحالتين على مستوى مجمعين مائيين، تم انتشال 16 ضحية غرق منهم 11 ضحية في الشواطئ الممنوعة. نربط الاتصال مجددا، تفضل أستاذ بن فحصي. شكرا زميلي محمد، عذرا على انقطاع الاتصال. قلت هذه المناطق التي هي مناطق الموت أو نقاط الموت يمنع منعا باتن الدخول إلى البرك والمسطحات والآبار المائية باعتبار أن هذه المياه راكدة تختلف عن مياه البحر لا تخضع إلى تيارة هوائية. هذه المياه الراكدة هي مياه ملوثة بها أوبئة بها أمراض، يقدر الشاب ولا المواطن الذي يلجأ إليها ما يغرقش لكن يقدر يحمل لنا معه أمراض على مستوى الجلد نتاعو على مستوى العينين وعلى مستوى الجهاز الهضمي. كذلك المواطنين والشباب اللي راهم يروحوا إلى المناطق الصخرية اللي معروف بها ليروشي، فاحنا نحذرهم من هذه المناطق. صح. يقدر ما يغرقش في هذا المكان لكن يقدر يكون مصاب خاصة لما يقفز من مرتفعات 5 متر و7 متر. صحيح، وشفنا حوادث مميتة يعني.
نعم يقدر يصطدم الراس تاعو بهذه الصخور اللي راهي تحت الماء، كما يقدر يتعرض للاصابه على مستوى البصله الشيشائيه في الرقبه، فقرات العمود الفقري والحوض. وباعتبار ان هذه الشواطئ غير محروسه، لا تتوفر على الجهاز الامني، فهنا رانا نتسارع مع الوقت، ربما الضحيه ما يغرقش، لكن ريثما تصله النجدات يقدر يكون لقي حتفه. ولذلك نوصي ارباب الاسر والعائلات الكريمه باستغلال الشواطئ المسموحه والشواطئ اللي فيها جهاز امني، 367 غطاس، 951 رجل حماية المدنية، 8890 عون موسمي، كلها سخرتهم الدولة الجزائرية للشواطئ المسموحة باش المواطنين نتاعنا من مختلف ولايات الوطن يقضيوا فصل الاصطياف في هذه الشواطئ اللي مرخص لها فيها السباحة. كذلك لابد من احترام الإرشادات والتعليمات التي تسديها اللجان المشرفة على تأمين الشواطئ، خاصة في احترام لون الراية اللي يكون موجود في هذا الشاطئ. فما نقولوش انني جيت من مكان بعيد ولا مسافه بعيده ولا انا شقيت لازم نعوم، لابد انني نحترم التعليمات الموجوده على الشاطئ، باش في الاخير ما تكونش عندنا ارقام اكثر من 136 حاله سجلناها منذ الفاتح ماي، 130 حاله خلال شهر منذ شهر جوان، ما راناش حابين نزيدوا ارقام اخرى، ما راناش حابين نشوفوا شبابنا ومراهقينا يكونوا عرضه لظاهره الغرق التي اصبحت تنزف الارواح في كل مره من مختلف من نقاط الوطن. شكرا جزيلا لك سيد كريم بن فحصي المكلف بالاعلام بالمديريه العامه للحمايه المدنيه، شكرا جزيلا لك، بالتوفيق ان شاء الله لكل اعوان الحمايه المدنيه. وبالحديث عن الاقبال الكبير للشواطئ